هلو ماي دير ستيرز، اهلا بيكم حبايبي الحلوين برايمري 2 في تاني حلقات منهج الجديد. النهارده ان شاء الله بناخد ليسن 2 في شابتر 1 ديكومبوزينج ماني. في الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الماني ان ايجيبت وعرفنا البانك نوتس بتاعه ايجيبت. لو انت ما شفتش الحلقه دي ارجع شوفها حالا، هسيبها لك موجوده في حرف الاي اللي هيظهر على الشاشه من فوق دلوقتي. يلا بينا بقى نعرف يعني ايه دي كومبوزينج ماني. يلا بينا. اول حاجه محتاج تفتكر تعرف كده معايا ان احنا عندنا بيقول لي هنا circle the group of bank notes that shows 10 pounds، يعني انت هتعمل لي circle على الجروب اللي يديني 10 pounds. طيب تعال نشوف هنا انت عندك ايه. دي عندي 5 pounds ودي كمان 5 pounds. لما اعمل 5 مع 5 ايه ده هو ده ال 10، يبقى هنعمل سيركل هنا. يبقى انا هنا عندي 5 و 5، ممكن نعمل سيركل مع ال 5 وال 5 يديني 10 باوند. طيب تعال نشوف ال 1 باوند دول. لو انت دلوقتي قلت لي هناخد كل ال 1 باوند، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى احنا ممكن ناخد هنا ان ال 10 باوند ناخدهم ال 1 باوند كلها، يبقى انا هاخد كل ال 1 باوند دول هيدوني 10 باوند. طيب في واحد تاني ذكي شويه يقول لي مستر طب ما احنا ممكن نعمل حاجه تانيه، ناخد 1 بانك نوت 5 وناخد 5 باوند. وناخد ايه؟ 5 باوند اهمت، شايفهم؟ يبقى انا خدت 5 باوند، 1 باوند خدت منهم 5، ومع ال 5 باوند دول يدوني 10 باوند. نفس الكلام دول 5، وهناخد ال 1 ده يديني ال 10 باوند. طيب تعال نشوف circle the group of bank notes that shows 20 باوند. احنا بقى عاوزين نعمل 20 باوند. اول حاجه انا عندي البنك نوت دي هي ب 20، دي اول حاجه. طيب حاجة تانية، ده ممكن حد يقول لي نعمل 10 و 10 يبقى 20 باوند. هقول له جميل. ممكن حد تاني يقول لي طب ما ال 10 دي ممكن تبقى 5 و 5 مع ال 10، يبقى 5 و 5 ب 10 ومعانا 10 يبقى كده 20 باوند. اوكي تمام. طيب تعال نشوف الكويشن اللي بعد كده. بيقول لي circle the group of bank notes that shows 50 pounds، يعني احنا عاوزين نعمل 50 pounds. طيب ادي هنا يا مستر معانا بنك نوتس كتير اهي، عاوزين نكون 50 بس. يلا قال لي هي ادي اول حاجه دي 50 pounds. حد تاني ممكن يقول لي ما هي ممكن ال 50 دي يا مستر نعملها 20 مع 20 يبقى دي كده 40، ومعانا 10 يديني 50. اقول له رائع. في حد تاني يقول لي طب ما مستر ما احنا ممكن ناخد ال 10 دي نحطها مع ال 10 وال 10 وال 10 وال 10 يبقى كده معانا 50 باوند. يبقى كل دول فورمز ديكومبوزنج ان ال 50، يبقى كلمه ديكومبوزنج ان انا اطلع فورمز كتيره ان ال 50 باوند. طيب تعال نشوف بقى ال 100. ايوه عندنا ال 100 باوند نفسها. تمام في حد تاني يقول لي 50 و 50 يا مستر، اقول له رائع. في حد تاني يقول لي ال 50 نفسها ال 150 ممكن تبقى 20 و 20 و 10 ادي كده 50 ومعاها 50 يديني 100. تمام يبقى احنا ال 100 نقدر نعملها بكذا فورم اهو. في حد سمعته تاني يقول لي نعملها 10 باوند، يعني ال 10 دي نعمل منها 10 باوند 10 10. طيب في حد تاني سمعته يقول لي ال 20 دي ممكن نعمل منها 5 20، يعني 20 و 20 و 20 و 20 و 20 5 20 يديك 100 باوند. اوكي تمام. عاوزين بقى نعمل سيركل على البنك نوت اللي هتبقى شوز 200 باوند. ادي اهو يا مستر 200. في حد تاني يقول لي ال 100 مع ال 100، اقول له جود. في حد تاني يقول لي
ال 50 وال 50 وال 100 يبقى كده 200 باوند. تمام؟ طيب ده بقى ايه فايدته؟ نستفيد منه في ايه؟ ان احنا هنعمل كرييت ماني لل 73. يعني انت عندك باسكت بول عاوز تعمل لها باينج تشتريها، بس البرايس بتاعها ب 73، يا ترى تعمل ايه؟ ايوه في حد قال لي نحط 50 و20 عشان هيدوني 70، بس انا كده ما وصلتش للبرايس بتاعي اللي هو 73. ممكن نعمل ايه؟ نحط 3 باوند، يبقى دي كده 73. تمام؟ طيب عندنا اكزامبل تاني. بص كده انا عندي هنا الاكزامبل ده ليه برضه 73. ممكن نعمل 20 و20 و20 و10، ادي كده كام؟ 70. 20 و20 40 و20 60 و10 يبقى كده 70 71 72 73. كل دول يبقى البرايس بتاع مين؟ بتاع الباسكت بول. تمام؟ طيب عندنا التوي الجميلة اللعبة دي بتاعت الجيرلز بكام بقى البرايس بتاعها؟ ب 165. عاوزين نعمل الماني بتاعتها، اول حاجة نقدر نجيب 100، بس انا عاوز كمان 65، يبقى نحط 50 معاها، يبقى دي كده 150، واحط 10 يبقى كده 160، فاضل لي 5، نروح حاطين 5 باوند. في حد تاني يقول لي لا يا مستر نعمل ال 100 دي ل 50 و 50، وادي 50 يبقى دي كده 150، وادي ال 100 وادي ال 10 وبعد كده ال 5 يبقى دي كده 165. تمام؟ طيب جميل. طب البايسكل بتاعتي ديت ب 452، ها عايزين نعمل برايس، يبقى نعمل 200 و200، ادي كده 450، ادي نحط ال 50 و2 نحط ال 2 باوند. طب ممكن ال 200 نفسها تبقى 100 100، يبقى انا عندي 400. تمام؟ طيب وايه كمان؟ ونحط ال 50 وبعدين ال 2 باوند. اوكي كل ده ان انا اقدر اعمل ديكومبوز للبرايس بتاعي. اوكي يبقى النهاردة خدنا ازاي نعمل ديكومبوز للمالي. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقة جديدة. Goodbye and good luck.